السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية، والبداية بالعناوين. تونس تشارك في أشغال الدورة 37 للقمة الإفريقية بأديس أبابا، وتأكيد متجدد على موقف تونس الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية. تنامي المخدرات والعنف في الوسط المدرسي السنوات الأخيرة، الأسباب عديدة ومقاربات وبرامج لمكافحة هذه الظواهر الخطرة. المحتل الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 34 بعد المئة، والأمم المتحدة تقول إن الهجوم على رفح سيكون مدمرا لأكثر من مليون فلسطيني. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. ملفات ساخنة تتضمنها جندة قمة الاتحاد الإفريقي في الدورة 37 من مؤتمر رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على رأسها الصراعات في القارة وتطورات في ليبيا والسودان عدا مستقبل المنظمة الإفريقية وآليات دعم العمل الإفريقي المشترك وتقدم مسار إنشاء المنطقة الإفريقية للتبادل التجاري. رئيس الحكومة أحمد الحشاني وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك في القمة، استهل أعماله فيها بلقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية. وأكد رئيس الحكومة عن عميق انشغال تونس بتواصل العدوان الصهيوني، مؤكدا أن التحركات الدبلوماسية التونسية تكثفت لحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لوقفه، مشددا على الدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة ومناصرة تونس لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. من جهته عبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن شكره لموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد وعلى امتنانه لوقوف الشعب التونسي مع أشقائهم الفلسطينيين. التقرير لإنصاف بالموسى. بلقاء جمعه برئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، استهل رئيس الحكومة أحمد الحشاني سلسلة لقاءاته بأديس أبابا التي وصلها اليوم للمشاركة وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الدورة 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تتواصل إلى غاية الأحد المقبل. وكانت القضية الفلسطينية محور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار الذي يشارك في أشغال هذه القمة وفي الدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بنائب وزير الخارجية الياباني ورئيس الوفد الياباني الذي يحضر في أديس أبابا على هامش أشغال القمة الإفريقية، حيث أكد الوزير موقف تونس الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية باعتبارها أم القضايا الإنسانية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تونس التي تتنوع فيها الثقافات والأديان ترفض كليا منطق المساواة بين المعتدي والمعتدى عليها، مبرزا أن الشعب الفلسطيني الذي يعيش اليوم حرب إبادة جماعية في هذا الوقت العصيب ليس في حاجة إلى منة من أحد بقدر ما هو بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدانة دولية للجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني. وبهذه المناسبة قدم وزير الشؤون الخارجية فكرة حول المسار التصحيحي في تونس الذي يندرج في إطار القانون ويمثل استجابة لإرادة الشعب التونسي في القطع مع التدخل الخارجي في الشؤون التونسية والفساد والفوضى والمحسوبية والشلل الذي أصاب مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في مسائلها الداخلية وكذلك احترام استقلالية القرار التونسي والمواثيق والأعراف الدولية في الغرض. يوم دراسي تناول العنف والتطرف العنيف في الوسط المدرسي وقد تضاعفت نسبهما السنوات الأخيرة، نظمته المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بالتعاون مع مشروع تأهيل الاتحاد الأوروبي وحضره وأثث ردهاته واستفاد من محتوياته باحثون اجتماعيون وممثلو عدد من الوزارات وممثلون عن المجتمع المدني. تابعه طارق بن معاوي في النقل التالي.
60% من العنف في الوسط المدرسي يتم داخل أسوار المؤسسة التربوية وليس خارجها، ويتحول مع تقدم السن إلى عنف مادي يمارس بشكل أكبر خارج المدرسة. ذاك ما بينته دراسة علمية شملت عينتها مجموعة وصفت بالكبيرة من تلاميذ ومؤطرين وأسر وملفات تلاميذ أحيلوا على مجالس التربية والتأديب، دراسة تم تقديمها في اليوم الدراسي الخاص بالعنف والتطرف العنيف والمخدرات بالوسط المدرسي. مدرسة إلى حد ما تعيد إنتاج النظام التعليمي الذي يمارس شكل من أشكال العقاب على محدودية دخل أكثر من غيرهم، هذا بحسب النتائج. الدراسة بينت كذلك أن ممارسي العنف بشكله اللفظي والمادي داخل الوسط المدرسي تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و 18 عاما، وهي تتوافق مع أرقام وزارة التربية والتي أكدت من ناحية تضاعف العنف المدرسي 3 مرات تقريبا بين سنتي 22 و 2023 و 2000، وانتماء أغلب الممارسين للعنف إلى السنوات السابعة أساسي والأولى ثانوية، وهي أرقام يجب التعامل مع أسبابها داخل المدرسة أولا من خلال عديد الآليات، منها تنقيح الأوامر المنظمة للحياة المدرسية وفق ما ورد في هذا اليوم الدراسي. المدرسة اليوم مطالبة بأنها تكون هي تتأقلم مع انتظارات التلاميذ يعني تجاوب معهم اليوم بمفاهيم الاحترام الجديدة التي تقوم على منظومة حقوقية، مش فقط تكون عندها تلك المقاربة العقابية وبمجالس التربية والتأديب فقط وتكتفي بذلك، هذا إذن يجب أن يقع مراجعته. الفضاء الافتراضي، هذه المساحة اللامحدودة والتي تنتهي بالأطفال وفي العديد من الأحيان إلى إدمان المخدرات أو الإدمان الرقمي أو الاثنين معا، وتلك منطلقات لممارسة العنف نتيجة تأثيراتها على التركيبة الجسدية والعقلية للواقعين في اشتراك هذا الإدمان، وذلك وفق الخبراء. هو يضعف الذاكرة، التفكير النقدي، ويضعف خصوصا المنظومة القيمية مثل أن الأعلى الأخلاقي. يجب أن نطور بديل في الشاشة، بديل فني أدبي أخلاقي ومواقع، وتقوم التربية باستعمال الشاشة كمستقطب لذيذ بمحتويات سامية أخلاقية والقيم المدرسة العلم والعمل. تلك الأسباب وغيرها تجعل من عدد المسرحين من المدرسة يتراوح سنويا بين 80,000 و100,000 طفل وفق ما تم ذكره في هذا الملتقى. لابد من إعادة التكوين المهني لمن ليسوا منجذبين إلى التكوين الرياضات والرياضة والفيزياء والكيمياء إلى غير ذلك وإنقاذهم. وتلك من بعض توصيات هذا الملتقى والذي التقى فيه علماء الاجتماع وممثلو عدد من مؤسسات الدولة على أن العنف المدرسي هو عنف مركب ومعالجته تستوجب التشاركية والبحث عن أسبابه في الواقع المعيش. مؤشرات استهلاك التلاميذ التونسيين للمواد المخدرة على اختلاف أنواعها قفزت عاليا هي الأخرى السنوات العشر الأخيرة، وانتشر استعمالها في الوسط المدرسي ليصبح ظاهرة منبهة وفق دراسات مختلفة نفذها المجتمع المدني، وتعمل وزارة التربية ووزارة الداخلية على الحد منها من خلال برامج توعوية مشتركة ومتنوعة. أمان طرهوني والتقرير التالي. كثرة البريود هذه وليت أكثر من العاد، وبرش عبيد ما نعرفهم مش يجيوا يروجونا في المخدرات، خذ بليش من الأول. في محيط هذه المدارس والمعاهد تتفشى ظاهرة المخدرات، حبوب على اختلاف أنواعها وأحجامها وسجائر وغيرها أضحت في متناول التلاميذ. فقد كشفت الدراسات والإحصائيات المنجزة من قبل منظمات المجتمع المدني عن ارتفاع استهلاك المواد المخدرة في صفوف الشباب واليافعين والأطفال في السنوات الأخيرة. بعض هذه الدراسات يشير إلى تضاعف استهلاك التلاميذ للمخدرات 5 مرات خلال 10 سنوات الأخيرة، وبعضها يخلص إلى أن ثلث الأطفال في تونس بين 15 و17 عاما تعاطوا المخدرات ولو لمرة واحدة.
يبدو يبيعوا بليش وكل مش كيكا العبيد تولي تستهلك وكل شيء وبعد بعد يولي يجيبوا فلوس. أنا ما نصحش حاجة دي، لازمنا حتى كينا نلقاو مثلا مش كون صاحبنا ولا عنده حاجة نوعي وبعضنا ننصحوا بعضنا. وأمام تفشي هذه الظاهرة مقاربة شاملة تعتمدها وزارة الداخلية في شراكة مع وزارة التربية وكافة المتداخلين تعتمد على استراتيجيات مشتركة وبرامج متطورة لحماية الناشئ نتاعنا. الخطط الأمنية قاعدة تتغير، ماشيين في منظومات ذكية، فما الكاميرات اللي موجودة في المدن، فالقصات الكل القسط الأول القسط الثاني زاد كيف كيف في برمجة زاد المؤسسات التربوية، فما منظومة تاع كاميرات الدوريات موجودة، حتى ما شفتهمش بالزي نظامي موجودين دوريات بالزي المدني اللي قاعد تخدم في بعد وقائي. شدينا برشا نقولوا حالات توا في الصباح نتاع مخدرات أقراص مخدرة على محيط المؤسسات التربوية، ورجالنا الحمد لله بمختلف الاختصاصات وزارة الداخلية تخدم خدمة كبيرة، خاطر في حماية الناشئ نتاعنا هو حماية جيل المستقبل. وضع خطة وطنية منظومية تشاركية تساهم فيها العديد من الوزارات للحد من الظاهرة هذه، والخطة هذه هي تمس العديد من الجوانب، منها جانب تحسيسي توعوي، جانب بيداغوجي، جانب تجديدي، وجانب أيضا أمني. ومع المقاربة الأمنية والتربوية مقاربة اجتماعية تبني على الأسباب وتقدم الحلول التي قد يكون أبرزها الإحاطة الأسرية والتربوية. الظاهرة هذه تنتشر برشا عن طريق التقليد، يعني الصغار يقلدوا بعضهم، فما سبب آخر اللي هو ضعف وغياب مؤسسات القرب. شو نقصد به مؤسسات القرب؟ اللي هي الأسرة، اللي هي دور ثقافة، دور الشباب، المصايف اللي كانت قبل تلعب دور كبير برشا. المؤسسات القرب زي ما ترجع قريبة، يعني إذا كان صغيرك ولا نافر من الدار، نفر من العائلة، حتى كان هو موجود فهو في العالم الافتراضي مش قاعد يحكي مع أبوه، يعني الغياب الاتصال والتواصل داخل الأسرة يجعل الصغير ينغمس ويقلد، ويشغل الصغير ما يقبلش منك النصيحة، ويجعلك أنت ما تشوفش مؤشرات كون ولدك أصبح يستعمل في المخدرات. صغيرنا محتاج باش يتواصل معنا باش نحكيو معاه، اليوم دور المربي كيف كيف. ولمزيد تطويق الظاهرة والحد من انتشار المواد المخدرة في الوسط المدرسي تكثف وزارة التربية ووزارة الداخلية من مجهوداتهم الرقابية والتوعوية، فيما يتواصل الأعداد لدراسة حول كل السلوكات المحفوفة بالمخاطر بما فيها الإدمان على المواد المخدرة والسجائر والألعاب الإلكترونية، تكون نتائجها قريباً. مع تواصل تهديدات المحتل الغاصب بشن عملية عسكرية واسعة في رفح، تتواصل الدعوات الدولية والأممية بعدم تنفيذ هذه العملية، وفي غضون ذلك يتواصل نزيف الشهداء الفلسطينيين العزل مع استمرار قصف الاحتلال الغاشم. التقرير لليلى جوادية. أكدت المقاومة الفلسطينية أن معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال في التاريخ الحديث، وأن مقاتليها يوقعون في صفوف الاحتلال خسائر فادحة وغير مسبوقة ويوقعون أفراده في كماء محكمة، موضحة أن مقاتليها يخوضون في كافة مناطق التوغل شمال ووسط وجنوب قطاع غزة معارك بتكتيكات متنوعة وأسلحة مناسبة. كما أعلنت المقاومة أن الخسائر في صفوف أسرى المحتل باتت كبيرة جدا رغم محاولة حمايتهم، وأن جيش الاحتلال تعمد قتل أسراه وإصابتهم. يأتي ذلك في وقت ما زال فيه الاحتلال يهدد باقتحام مدينة رفح، ويقول إنه يخطط لعملية عسكرية بشكل دقيق، بينما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تحذيره من ذلك، موضحا أن أي هجوم على رفح سيكون مدمرا لمليون ونصف المليون فلسطيني في المدينة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا قال إن الهجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحول فيما وصفه بالصراع، فيما جددت قطر إدانتها الشديدة للتهديدات باقتحام رفح محذرة من أن هذا الاعتداء سيؤدي إلى كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير للنازحين داخل القطاع المحاصر. في الأثناء يواصل الاحتلال الغاشم ارتكابه للمجازر في حق المدنيين العزل، وفي اليوم 33 بعد المئة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد ضحايا العدوان على القطاع ارتفع إلى 28,775 شهيد
تحديدا وأكثر من 68 ألف مصاب، فيما ما يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وبعد اقتحام قوة الاحتلال مستشفى نصر الطبي في خان يونس، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحاول الوصول لأكبر مستشفى ما زال يعمل في قطاع غزة، معربة عن تخوفها بسبب وجود مرضى ومصابين بجروح خطيرة داخل المستشفى. وبعد أكثر من 4 أشهر من العدوان الهمجي والوحشي على القطاع، كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة، وأن 84% من المرافق الصحية في غزة تأثرت بهذا العدوان. وفي بلد الجوار لبنان، ومع تضاعف الجهود الدولية والتحركات الدبلوماسية للتهدئة، تتسارع وتيرة الاعتداءات الصهيونية على الجنوب اللبناني وتصعيد المحتل هجماته ضد المدنيين. وقد تقدم مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد الكيان الصهيوني بشأن اعتداءات 14 فبراير الجاري على أهداف مدنية وصفت بالأعنف والأكثر دموية منذ 8 أكتوبر الماضي. وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيانها أمس الجمعة أن لبنان أكد في شكواه إلى مجلس الأمن أن قصف الكيان الصهيوني المتعمد والمباشر للمدنيين الآمنين في منازلهم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة يعرض كل من شارك فيها بشكل مباشر وغير مباشر للمسؤولية الدولية، كما يعتبر انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. هكذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. تونس تشارك في أشغال الدورة 37 للقمة الإفريقية بأديس أبابا، وتأكيد متجدد على موقف تونس الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية. تنامي المخدرات والعنف في الوسط المدرسي السنوات الأخيرة، الأسباب عديدة ومقاربات وبرامج لمكافحة هذه الظواهر الخطرة. المحتل الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 43 بعد المئة، والأمم المتحدة تقول أن الهجوم على رفح سيكون مدمرا لأكثر من 1 مليون فلسطيني. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.